طيب مع يعني هذا النمو للذكاء الاصطناعي ألا نحتاج لضوابط قانونية وضوابط أخلاقية لاستخدامه؟ يقينا حضرتك، ده النهاردة أكبر موضوع مطروح على الساحة الدولية، الجوانب الأخلاقية والتنظيمية والقانونية للذكاء الاصطناعي. لأن زي ما قلنا كل تقنية جديدة لها استخدامات سلبية واستخدامات إيجابية، لكن هنا في أخطر، إنه مش بس الاستخدام ممكن يبقى سلبي، تطوير هذا النموذج قد يكون مبني على أشياء سلبية. ممكن يبقى في تحيز، النهاردة العربية بتسوق نفسها، أيوه عربية ذاتية القيادة، يعني ممكن عربية تمشي في الشارع بس من غير سواق تسوق نفسها ومليانة إشارات، بتحس بالإشارة وبتحس بالعربية اللي جنبها وبتحس قريبة من فين وعندها تعليمات تعرف تحود إمتى، فالعربية بتحرك نفسها. العربية دي، وده موجود في أكتر من عاصمة النهاردة، موجود لما تعمل حادثة من يحاسب؟ مين المسؤول بالظبط؟ أيوه. مين اللي هيحاسب؟ اللي صمم البرنامج ولا الشركة اللي تصمم عندها البرنامج ولا صاحب شركة السيارة العربية نفسها؟ ولا صاحب العربية؟ ده إشكالية قانونية ما زالت قائمة، وهذا النموذج يطبق على مليون حاجة تانية. فأصبح الجانب الأخلاقي للذكاء الاصطناعي سواء استخدامه أو تطويره مهم جدا. الجانب التنظيمي للقواعد المنظمة لهذا الشيء الذكاء الاصطناعي مهم. الجوانب القانونية الملزمة، لأن الجانب الأخلاقي والتنظيمي، الأخلاقي مش ملزم لكن الجوانب التنظيمية جزء منها ملزم. الجانب القانوني ملزم بالقطع. أيوة. لكن الجانب القانوني أصعب في الوصول إليه، لأنه محتاج تشريعات ودخول برلمانات ووقت زمني. التقنية بتجري أسرع. أيوة. على العالم أن يستبق الأشياء ويحط قواعد المنظمة مبكرا. وده إشكالية قائمة اللي فيها قدر من التخوفات عند بعض الناس. دي إشكالية قانونية إنسانية تنظيمية دولية. وما فيش دولة لحد النهاردة حسمت ما هي القواعد التنظيمية والقانونية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي حتى الآن. في محاولات، الاتحاد الأوروبي كانوا أكثر سبقا للأمانة في أنهم يحطوا ما يسمى بالـ AI Act، وهو مش قانون لكن ضوابط الـ AI. الاتحاد الأوروبي، اليونسكو طلعت وايت بيبر، وثيقة بيضاء للأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الأمريكا شكلت لجنة استشارية عليا لرئيس الجمهورية عشان يحطوا خطوط عريضة لضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي. لكن حتى الآن مفيش قانون ملزم متفق عليه، ولأن الموضوع دولي فالتعاون الدولي في هذا الجزء مهم، بحيث ما تبقاش القوانين متفرتكة، كل دولة حاطة بعض تصوراتها اللي محدودة أو مش محدودة وتتعارض مع القوانين الأكبر. أيوة. لأن الاستخدامات أكتر شمولية، زي حتى نسميه الأمن السيبراني اللي هو تأمين الفضاء الإلكتروني. تأمينه ده اللي هو النهاردة بتلاقي بنك ويقولك دخلوا عليه وخدوا فلوس من البنك، أو دخلوا المؤسسة وشركة واخترقوا نظم الحاسبات فيها وخدوا بيانات مواطنين، ده ممكن يتم من أي حتة. أبقى أنا في موزمبيق وبدخل على بنك في لوكسمبورغ. الجانب هنا دولي، فبالتالي التعامل معاه محتاج تعاون دولي أكتر، تعاون يعني بين دول العالم كلها. القوانين صحيح. والنظم المعمول بها.